اكثر زيت نخله. توا نحب تحكي لي على الكره. احكي لي على اكثر انسان تكره. ثم منهم برشا يا بطاط. شكون اكثر واحد اذا كان الله لا يقدر تجمد كلب ابني الكلب. تكره. نكره. تكره. نمقته. تكره. نعيفه. تكره. الشايب غلطت فيه وغلطنا معاه. تكره. وحطوا زميم على الطزين في مصالحه نتاع شقوقي. تكره. مصلح كان لروحه ودار عليه هزه. شفت مازلنا مش مستنسين برشا بالمخرجة بالمؤنسة. حتى مش حاجة بيرجع. ايه مازلت مستنسين بالسيد المخرج. هذه حاجة زادة اللي تحسها في الخدمة بتاعنا. وقت اللي تكون مخرجة ومرأة وفي أول عمل ليك ومع ناس اللي فيهم شكون قضى أكثر من عمري كارير. جمال المدني 40 سنة كارير في المسرح معناتها بحق اكثر من عمري. فما وانت tu fais ta première expérience c'est pas du tout facile et le plus difficile c'est d'être à la fois sur scène et hors scène. c'est عمليه بالحق شبه انتحاريه كان مش انتحاريه كاريمون. الشخصيات مركبه وبسيطه في نفس الوقت على خاطر اللي عملناه انه دورنا المرايه للواحد. دورنا المراية للمجتمع اللي احنا فيه وقلنا هيك نشوفوهم هالمشاطر هذوما لي زيشانتيون نتاع الشخصيات اللي نحكم عليها انها انتهازيه انها استغلاليه وصوليه والهم الوحيد تاعها انها توصل للسلطه. هي تشوفوهم humainement comment ils sont faits اي با هما احنا معناتها شنو الفرق بينهم وبين كل واحد فينا من موقعه فيه من داخل غول شيطان بيتيت بيت اللي كانت تتفرد بالسلطة تشوف شنو تعمل اللي راهي سلطة مغرية وجاذبة وكنا تحرق جوانح الفرطاتو اللي يدور بها. دونك هذوما هما الفرطاتوات اللي السلطة توريهم سواء باش يخلطو لها هما ولا باش يخلطو شكون خاطر باش يستغلوا وباش يستفادوا وباش تكون عندهم اكيد مصلحه. وقت اللي هلوبه توصل لمعلم عندها مصلحه وعندها علاش. وقت اللي بزاز ولا ماش شو يعاون المعلم باش يوصل باش يقضي اموره. هذيك هي اليوم المشكله الحقيقيه اللي احنا قاعدين نحاربوا فيها.